باعتقادي أفضل شيء ممكن يحصل للميليشيات التابعة لإيران وإيران، وبخلاف ما يدعون، هو بقاء القوات الأمريكية، لأنه كل سياساتهم وكل تدخلاتهم في الشأن العراقي الأمني والاقتصادي والمالي مبني على ما يسمى المقاومة، أو ما يسميه العراقيين المقاومة ضد القوات الأمريكية. فتصور أنت القوات الأمريكية تنسحب مرة واحدة من العراق، راح تفقد إيران وميليشياتها كل تبريراتها وكل شرعيتها في التدخل بالشأن العراقي. فإذا هم من مصلحتهم أن تبقى هذه القوات في الحقيقة. ولو تلاحظ أستاذ أحمد، في خلال الأشهر الماضية والسنة الماضية، كل تحرشات هذه الميليشيات وإيران هي على الخفيف، على الجانب، يعني ما تأثر على حقيقة على المصالح الأمريكية، لأنها تضرب تماما إلى ضربة قوية لأي قاعدة أمريكية، أو فراح تدمر. ولذلك هي مجرد تتحرش كي تبقى، يعني خلينا نسمي الاستهلاك المحلي في ذهن أتباعها بأنها مقاومة وهكذا، ولكن في الحقيقة هي تريد هذه القوات موجودة في العراق حتى تستمر تبرر شرعية وجودها السياسية والأمنية. ومثل ما تعرف حضرتك بأنه كثير من الفصائل هذه تابعة للحشد الشعبي تستلم رواتب وتسليح من الدولة العراقية، فراح تفقدها كلها إذا انسحبت القوات الأمريكية. طيب، ولكن يعني قبل 3 أيام كان هنالك هجوما بالطائرات المسيرة على الجانب العسكري من مطار أربيل، يعني ألا تعتقد أن هذا الأمر يرتقي لكي يكون أكثر من قضية تحرش؟ بالعكس، هم يريدون أن يصيبوا الأمريكان بأي شكل أو بآخر، وواحدة من الطائرات المسيرة ارتطمت في الجانب العسكري من هذا المطار. ألا تعتقد أن الأمر قد يكون أكثر جدية من قضية تحرش هنا بتقديرك؟ أحسنت أستاذ أحمد، هذا الموضوع شوية يختلف بعض الشيء، لأنه ليش؟ مثل ما تعرف حضرتك قبل أيام المخابرات الإسرائيلية والأمريكية كشفت عن وجود معسكر في شمال أصفهان في إيران. هذا المعسكر يتم تدريب كل الميليشيات الموجودة في العراق وسوريا ولبنان واليمن على الطائرات المسيرة الإيرانية هذه. طبعا هي مو إيرانية، هي تكنولوجيا مال كوريا الشمالية، يعني تستخدمها إيران. فهي العملية مو بس فقط تدريبهم على تسيير هذه الطيارات المسيرة، إنما أيضا عملية تجميعها، تفكيكها وتجميعها. ليش؟ لأن إيران تصدر هذه الطائرات قطع غيار، يعني ماكو، إلى العراق وإلى سوريا ولبنان، وهناك يتم تجميعها. فيدربوهم على التفكيك وتجميع هذه الطيارات المسيرة، وبعد ذلك بعثوها مثلا إلى معسكرهم في صحراء كربلاء أو في جرف الصخر أو هكذا، ويقوم هذه الميليشيات بتجميعها واستخدامها بتهديد المصالح الامريكيه او الاسرائيليه مثلا. هذا الملف اعقد من الميليشيات الموجوده في العراق، لانه يعني مثل ما تقول ايران قاعد تستخدم خلينا نسميه فضاء هيمنه، فضاء جوي يسمح لها بالتدخل بالشؤون العراقيه والسوريه واللبنانيه وفي فلسطين وفي اليمن وهكذا، بعيدا عن التحرك التقليدي للجيش او للميليشيات. هذا لابد من التعامل به بشكل اخر. ولذلك قلنا قبل شويه ان البارحه او اليوم الامريكان بداوا يشددون على قضيه الطائرات المسيره بالذات في القطاع الجوي العراقي، يحاولون ان يحتون هذه التحركات، لان يدركون تماما بان الشكل خطوره وعامل عدم استقرار بشكل عام في المنطقه. فهذا ملف شائك ويراد له، يعني مثل ما اقول، مناقشه لوحده.